هنبدأ مع بعض تعريف وأهداف اقتصاد الصناعة. مطلوب مني هنا إنك هتجمع لي حاجتين، جزئين، جزء عن تعريف إيه هو اقتصاد الصناعة، جزء التاني أهداف علم الاقتصاد الصناعي. طيب ندي فكرة عن الأجزاء اللي أنت هتجمع عنها. عندي هنا تعريف اقتصاد الصناعة، إن هو علم بيهتم بدراسة المؤسسات والمصانع والأسواق بوجه عام، بيهتم بتحليل الصناعات والأسواق وسلوك المنشآت العاملة في تلك الأسواق والأداء الاقتصادي العام، وبيدرس سلوك المؤسسات فيما يخص الإنتاج والبيع وتحليل مركزها التنافسي. إيه هي أهداف علم الاقتصاد الصناعي؟ إن هو علم بيساعد على إدراك مدى اختلاف المنتجات عن بعضها وكم تستثمر الشركات في البحث والتطوير، وبيوضح إزاي تنظم الشركات أنشطتها ودوافعها وإيه الإجراءات اللي بتتخذها عشان تقدر إنها تعزز معدلات أرباحها، وبيقيم ما إذا كان السوق التنافسي أم بيعتمد على الاحتكار، ويوضح مدى تباين المنتجات بعضها عن بعض، وبيساعد الاقتصاد القائم على قطاع الصناعة في تراجع معدلات البطالة. وكمان من أهداف الاقتصاد الصناعي إن هو يوضح العلاقات بين الشركات العاملة في نفس السوق، تأثير العلاقات بين المؤسسات على الاقتصاد بوجه عام، وإدراك تغيرات الطرقة على القطاع الصناعي داخل الدولة، ويحدد مدى تنافسية السوق وتداعيات هذا على الحالة الاجتماعية للمواطنين. العوامل اللي بتساعد الشركات على الاستمرارية في السوق، أو بمعنى آخر اللي بتحدد الأسباب اللي بتخلي الشركة تدخل أو تخرج من السوق، وبيعرف النتائج المترتبة على بقاء الشركات أو خروجها عن الاقتصاد، ويحدد السبب اللي بيخلي الشركة تتجه إلى الابتكار والتطوير في الصناعة اللي تتبناها.